السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج العقرب. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا برج العقرب، لعل كل اللي ينطبق عليك يكون مليء بالمفاجآت ويكون جبر خاطر ليك ولأيامك اللي جاية. التصوير بتاعك يا برج العقرب بالكاميرا الأمامية، فالصورة هتدي معاك العكس. هنفتح دلوقتي الاستخارة. مدة الاستخارة بتاعتك يا برج العقرب مفتوحة لحد ما تاخد الطاقة بتاعتك ولحد ما يعني تستفاد من استخارتك. هنقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سورة الأحزاب ده بيدل ان انتوا مفيش اي علاقة بتكمل ودايما في طاقة حزن. ربنا عليم باللي انتوا فيه وعليم باللي في حياتكم ومتابع خطواتكم، قلبكم فيه نزيف. خلوا بالكم، عندكم علاقة حلوة جدا هتنجح الفترة اللي جاية مع الشريك. كمان انتوا ماشيين في طريق جميل جدا، ماشيين في طريق راضي ربنا. عليكم ديون هتسدوها، بس خلوا بالكم من حد بيخون في حياتكم. كمان البعض منكم هنا هيكون عنده مجوزة او يعني هيتجاوز حاجات كثيرة جدا في حياته كانت في يوم من الايام سبب الاذى اللي هو فيه حاليا. مين ناوي عندكم على هجرة او حد هيرجع لكم من هجرة؟ الله اعلم، بس في اخد وعطاء الفترة دي ومفتوح بشكل كبير جدا في حياتكم. انتوا بدأتوا تهتموا بنفسكم، تهتموا بشكلكم، تهتموا بحاجات فيكم، عايزين تجديد، عايزين تغيروا، عايزين تعملوا حاجات في حياتكم. لو انتم متجوزين دايما بين الشريك شد وجذر، دايما الشريك بينكم حيرة. عندكم حد من حرف الالف وحرف الواو وحرف اللام، عندكم شخص بالثلاث حروف دول. الشخص ده هيكون مهتم بيكم جدا الفترة اللي جاية وهيكون عينه عليكم قوي. فبلاش الشد وبلاش المشاكل، انتوا هتفعلوا حاجات جديدة والحاجات الجديدة دي هتخلي عندكم ثقة بالنفس عالية. بس خدوا بالكم من حد عندكم بيأذي فيكم. الحد ده عمال يتكلم عليكم وجايب سيرتكم بنميمة. الحد ده مش كويس، فخدوا بالكم منه علشان خاطر ما تقعوش في نفس المشكلة اللي بتقعوا فيها كل مرة وترجعوا انتوا الحزانة، ترجعوا ايه انتوا اللي زعلانين من الناس اللي حواليكم. وعايزة اقول لكم ان انتوا لازم الفترة دي تكتموا وتداروا وما تتكلموش في الطريق اللي انتوا ماشيين فيه. الطريق ده هيكون رجوع حق ليكم وهيكون انتصار وازدهار، بس خدوا بالكم. اليومين دول انت عندك طاقة ايجابية، الطاقة الايجابية دي متعلقة بشخص غايب عنك او شخص بعيد عنك. انت عندك طاقة اشتياق، عندك طاقة حب، عندك طاقة حنان للماضي، لاما الشخص بعيد عنك الله اعلم. بس انت عندك طاقة ايجابية حلوة جدا. بعد 5 ايام هيبقى عندك خروج من محنة، خروج من كلام سلبي مؤثر عليك في حاجات كتيرة جدا. في نفس الوقت انت ناوي او بتفكر في اكتر من طريق، يمكن انت عندك طريق خير او طريق ايجابي وشغال عليه. تفكيرك 24 ساعة بتفكر في حاجات كتيرة جدا، بالك مشغول بشخص بعيد عنك، بشخص بينك وما بينه مسافة، بشخص انت مشتاق له بقالك مدة الله اعلم. رغم ان عندك عراقيل في الطريق اللي انت ماشي فيه، بس انت ماشي ومكمل وبتقول انا هفضل ماشي ومكمل ومش هيفرق معايا اي حاجة. بس هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليك، انت هتكون قادر ان انت تخرج الافعى من حياتك او من العلاقة السامة اللي في حياتك. انت عندك خروج زي ما قلت لك من محنة او خروج الافعى اللي هي سودة في حياتك، بومة عدالك وما زالت موجودة. البومة دي كل ما بتخرجها زي ما كأنها وراها جيش،
تخرج بومة، تخرج حية، بترجع لك واحدة تانية أشد من اللي فاتت. فأنت ما زالت البومة دي موجودة لك وبتراقبك في سكوت، بتراقبك في درع، مش عايزة دايما تبين إن هي بتراقبك، بس هي غيرانة منك وجوه قلبها حقد اتجاهك، لدرجة إن أنت هنا عندك كام حلم بتحلمه بيتردد معاك. الأحلام دي فيها كوابيس وفيها إزعاج ليك. أنت هنا بص شايل الحمل وشايل المسؤولية وماشي على كتفك وساكت، ماشي كده وساكت وبتقول يا رب احميني من عيون الناس الخبيثة. عندك دعاء مستجاب او عندك طلعة حلوة جدا، الاضواء عندك متسلطة عليك، يعني هيكون عندك ازدهار بنفسك وثقة حلوة قوي. البعض منكم هنا شاكك في حاجات كتيرة جدا، انتوا مشكلتكم الشك، لما بتشكوا في حاجة دايما بتكون على حق، علشان روحانياتكم دايما عالية ودايما ثقتكم بنفسكم بتطلعكم من أي شدة ومن أي وجع في حياتك. أي نعم أنت جواك وجع وجواك كسرة قلب ومازال الجرح بتاعك بينزف، بس عندك خروج من المحنة اللي أنت فيها. عندك هنا شغل جديد أو عندك لقاء في حد من الشغل أو حاجة أنت بتفكر فيها هتحصل الفترة اللي جاية، الله أعلم. طيب في حد عندك هنا، الحد ده كبير في السن، دايما بيجي عليك دايما كده حطك حاجة قدامه، ده إما يأذيك لإما يتكلم عليك لإما يديك طاقة سلبية، بس أنت عندك حماس الأيام دي وشجاعة وقوة وما بتيأس أبدا مهما يقولوا لك أو مهما يحصل، أنت ما عندكش يأس خالص الفترة دي. بقالك فترة عندك ألم في ظهرك، عندك قولون عصبي بسبب الضغوط اللي أنت عمال تضغط على نفسك فيها. عندك حد هنا تعبان، الحد ده ممكن يكون ناوي يعمل عملية أو ناوي يهاجر من المكان اللي هو فيه، الله أعلم. رغم إن الأضواء عندك متسلطة وعندك طاقة إيجابية، بس أنت عندك شوية حاجات بتفكر فيهم تلقائي بتحولك من الطاقة الإيجابية لطاقة سلبية، ومش عاجبك الكلام ولا عاجبك اللي أنت بيحصل معاك ده. أنت هنا واقف وحيران، حيران في قرار عايز تاخده، بس بتقول كل حاجة ليها وقتها، والحيرة دي ضغوط ليك أنت. اطلع من الحيرة واطلع من الأضواء اللي هي متسلطة عليك في الطاقات السلبية، وركز على الأمور اللي أنت محتاج. كمان البعض منكم شغال على ورق، شغال على حاجة معينة أو عمل مكالمة ومستني اللقاء، الله أعلم، مستنيين حاجة معينة الفترة دي. كمان انتوا في عندكم أكتر من شخص أو من أكتر حد في حياتكم، خلاص قررتوا إن انتوا ما تتعاملوش مع الشخص ده، قررتوا إن انتوا تبعدوا عنه، قررتوا إن انتوا يعني تتعاملوا معاه بحذر لو حابين تتعاملوا. عندكم قعدة حلوة ولقاء حلو، القعدة دي هتكونوا مستمتعين جدا، هتكونوا مبسوطين جدا، هتعملوا أكتر من حاجة انتوا بتحبوها، وهيبقى عندكم كام يوم الفترة اللي جاية دي هتكونوا مميزين وهتصحوا بالطاقة الإيجابية، علشان انتوا قررتوا ترموا الطاقة السلبية ورا ظهركم. الحسد واخد جزء كبير جدا في حياتك الفترة دي، انت ما تشكش خالص انه معمول لك سحر ولا معمول لك اي حاجة، انت بس الاضواء عندك متلخبطة بسبب الطاقات التفكير. وانا ديني بقولها لك تاني، انت الفترة دي ما عندكش اي سحر ولا عندك اي حاجة، بس انت عندك وقف حال، وده بسبب العين الشديدة اللي عليك. ما تقلقش خالص وما تمشيش ورا الاوهام اللي ببالك، الفترة دي انت هتكون فترة هتسترخي شوية، هتحاول تاخد راحة، هتحاول ان انت تجدد من نفسك، وفي نفس الوقت انا مش عايزاك تحرم نفسك من اي حاجة انت بتحبها. اطلع واعمل اي حاجة تديك طاقة ايجابية، انت مجرد ما بتخرج من البيت بيكون عندك كده دفع عن نفسك وعندك حاجة كاريزما عالية وامور حلوة بتجددها. بترجع البيت فيه شوية حزن وفيه شوية زعل، الدموع على خدك، وده بسبب كسرة قلبك اللي حصلت من فترة او بسبب ان انت تاكل حقك. عندك تعويض من عند ربنا، والتعويض ده هيكون حلو قوي ليك، وهيبقى عندك كده امور انت هتجددها بنفسك، وهيبقى فيه كذا حاجة خلاص هتطلع منها. مهما تكون او مهما خلاص انت جبت اخرك من اشخاص في حياتك، الطاقة بتاعتك بتتجدد دايما. الشخص وزي ما قلت لك، الشخص اللي بيجي عليك ده وعمال يأذي فيك، ان شاء الله باذن الله قريب هيحس قد ايه ان انت شخص ما تتعوضش في حياته. انت بالفعل لما بتدخل في حياة حد بتكون عبارة عن فرصة، لو خسرك يبقى هو ما يستهلكش. انت دايما كرامتك او انتوا دايما كرامتكم
رقم واحد في حياتكم، كرامتكم محدش بيجي عليها. في هنا شغل او في حاجة بخصوص المال انت بتفكر فيها، هيبقى عندك طاقة ايجابية بخصوص المال، علشان في مبلغ من المال جاي لك، او انت مكلم حد على مبلغ من المال، او مستني حد من بره يجيب لك حد بمبلغ من المال، الله اعلم. المبلغ اللي من المال ده انت ممكن تسد بيه ديون عليك، او ممكن تعمل حاجة. اي نعم انت بتفكر ان انت تطلع حاجة لله الفترة دي، او تساعد حد مسكين، بس انت اللي معاك على قدك، ولو معاك فلوسك متبخرة طول الوقت، مفيش مبلغ قاعد معاك. دايما بالك مشغول بالمستقبل، دايما بالك مشغول باللي هيحصل بعد كده، محدش يعلم الغيب الا الله. انت بس ادي نفسك طاقة ايجابية، وابعد عن الرموز السلبية او من اي مشاكل عندك في حياتك. في بعض الابراج عندك موجودين وما زالت موجودين بيراقبوك او بيحقدوا عليك. طيب انت الفتره دي ناوي تغير حاجه في بيتك، او ناوي تغير حاجه في شكلكم انتوا. البعض منكم عايز يغير شغله، البعض منكم عايز يغير تليفونه، البعض منكم عايز يجدد حاجه في ارض بيته، الله اعلم. انتوا عندكم تجديد حلو جدا وهيديكم طاقه ايجابيه، ما شاء الله عليكم، نجمكم عالي. ومعنى ان النجم بتاعكم عالي معنى انه هيلمع الفتره اللي جايه، وهتكونوا صحاب قرارات او صحاب منصب حلو. الطاقة الايجابية بسم الله ما شاء الله عليكم مفتوحة، فما تضيعهاش في طاقات سلبية. عندك واحدة ست، الست دي مقربة، لاما مرات اخ، لاما مرات خال، لاما مرات عم. الست دي بتحب النميمة كتير، بتحب تنم، هي ما وراهاش حاجه غير ان هي تنم على الناس، هو ده من طبعها. فانتوا الفتره اللي جايه مش هتحصل معاها مشكله، بس انتوا هتقعدوا معاها وهتقولوا لها اللي انتوا قلتيه ده غلط، وهيبقى في شد بينكم. مش هت يعني احتمال ان انتوا ما تكلموش بعض، بس هتاخدوا منها جنب كده لوحدكم، وهتقولوا لها خلاص مجرد ما انت بتتكلمي علينا احنا ما عدناش هنتعامل معاكي تاني، علشان انت انسانه بتحب النميمه على البشر. الكلام ده هيتقال بينكم، وهيتدخل طرف من الحد من الاشخاص، وهيحاول ان هو يلطف الموضوع بقدر المستطاع، بس انتوا هتكونوا خلاص خدتوا قرار. انتوا اللي بيغلط معاكم غلطة الفترة دي بتمحوه، او بتمشوا، او بتختفوا، او بتبعدوا بمعنى اصح، علشان خاطر انتوا مهووسين باللي انتوا فيه من الزعل من الامور اللي عندكم. عندك كمان ست كبيرة، الست الكبيرة دي حلوة، شكلها جميل، وشها مقبول، هي كبيرة في السن، بس دايما بتدعي لكم بالخير، ودايما عايزة راحتكم بقدر المستطاع. الست دي ما شاء الله عليها، انتوا حياتكم متعلقة بيها، او بتحبوها قوي، وخايفين في يوم من الايام تخسروها. الاعمار بيد الله طبعا، بس باذن الله ربنا هيديها الصحة وهيشفيها لك لو هي بتعاني من خشونة في المعدة او من وجع في رجليها. في كمان الفترة اللي جاية دي انتوا هتكونوا متعلقين بطفل، الطفل ده مش هقول لكم ان هو هيتعب، بس هو محسود، محسود، دايما معرض للحسد، فدايما حصنوه او ابعدوه عن العين البشعة اللي من الجيران عندكم، او من الناس اللي بتشوف الاطفال دي اللي تخصكم على طول. ولازم تركزوا في ادق التفاصيل عندكم الفترة اللي جاية، ليه؟ علشان تخرجوا من المحن اللي انتوا فيها. عندكم حرف الألف، حرف الإم، مازال موجود حرف الإم، بينكم علاقة، بينكم ارتباط، بينكم حاجة معينة بينكم وبين حرف الإم. حرف الإي ده هيبقى فيه شغل، وهيبقى فيه اتصالات، وهيبقى فيه لقاءات عندكم. انتوا مستنيين الفترة دي بقدر المستطاع، عندكم طاقة انتظار رهيبة، او عندكم طاقة معينة حاطينها في بالكم وشغالين عليها بكل الطرق. مشيتوا في طريق والطريق ده كان ضلمة، وقررت ان انتوا تبعدوا عنه، قررت ان انتوا تخلصوا من الطريق ده، علشان خاطر حاسين ان انتوا مأذيين منه. الدعاء اللي انت عمال تدعي ربنا علشانه بإذن الله هيتحقق في وقت مناسب، علشان تحس بقيمته. طيب في موضوع عندكم حصل من فترة واتقفل، هيرجع يتفتح تاني في قعدة، وهتكونوا قاعدين انتوا دمكم حامي، ما بترضوش على الغلط، او ما بتحبوش الغلط، ولو حصلت حاجة الفترة دي انتوا هتكونوا قدها وقدود ان انتوا تتكلموا وتعافروا.
مين اللي عنده علاقة تانية، أو حد عندكم متعدد العلاقات، حد عندكم في علاقة سامة، أو حد عندكم عنده أكتر من علاقة، حد انتوا زعلانين قوي ان هو شخصيته كده. دايما اقول ان انتوا كل ما تطلعوا من مشكله بتدخلوا نفسكم في مشكله تانية، رغم ان انتوا طيبين جدا وقلبكم ابيض، وطيبه قلبكم دي هي اللي بتوقعكم في مشاكل. العصبيه بتاعتكم الزايده بتخسركم حاجات كتيره جدا، فيا ريت تخلوا بالكم من النقطه دي. حاولوا ان انتوا تستحلوا بالصبر وبالهدوء، انتوا معروفين ان انتوا عصبيين بطريقه رهيبه، وممكن تضيعوا حقكم في قعده او في مكان بسبب العصبيه بتاعتكم. فعلشان تكونوا ماشيين زي ما انتوا متأكدين ان طريقكم خير، لازم تبعدوا عن اي حد ممكن يحقد عليكم، او من اي صحوبية فاشلة فيها طاقة سلبية. عندكم اتنين صحاب، الاتنين صحاب دول هم اصلا ما بيوزعوش غير على الناس الطاقة السلبية، وانتوا حذرتوهم اكتر من مرة من الطريق الخطأ اللي هم ماشيين فيه، وانتوا قررتوا ان انتوا خلاص ما تتعاملوش بالطريقة اللي هم بيتعاملوا بيها. انتوا ما بتعرفوش تردوا الاذى بالاذى، بس الفترة اللي جاية دي خلاص ما بقيتوش طايقين اي حد ولا عايزين تتكلموا مع اي حد، وعلشان كده الفترة دي هتكون من اكتر الفترات ليكم هتكونوا ساكتين في صمت، وما بتتعاملوش مع حد بشكل لطيف، هتبقوا ساكتين خالص كده، وهتبقوا ايه، هتستحلوا الصمت شوية، وهتشوفوا ردة فعل الاشخاص اللي قدامكم عبارة عن ايه، او هتكون ايه الطاقة بتاعتكم هنا. هيكون فيها حد كده هيدخل جديد، الحد الجديد ده هيبقى يدعمك على جميع الأصعد. انت عندكم العلاقة العاطفية مش هقول لكم فيها نفور، هيبقى عندكم فيها رومانسية وفيها حب للناس المتجوزين او المرتبطين، بس دايما اقول ابعدوا الاطفال او ابعدوا الاولاد عن المشاكل بينك وما بين الشريك، او بينك او بينك وما بين الشريكة، يعني دايما ابعدوا، اركنوا الاطفال على جنب، ما تحطوش الاطفال مركز قصادكم ان انتوا تكملوا وان انتوا ما تكملوش والكلام ده خالص. عندكم كمان هنا بالنسبة للعزاب، العزاب انتوا عندكم طاقة ايجابية، بس عندكم الشك رهيب جدا. الشك ده لما بتشكوا في الشريك ما شاء الله بتفضلوا عايشين، بس تربطوا الاحداث ببعضها وتطلعوا انه الشريك فعلا على حق. مشكلتكم ان انتوا روحانياتكم عالية، والحاجة اللي بتحسوها بتكون فعلا حقيقة، وعشان كده بتخافوا جدا. عندكم خيال رهيب بيعدي من قدامكم، ما بتبقوش فاهمين انتوا عايزين ايه. انتوا ما لكمش غير حد بس، حد بتحبوا ترتاحوا، بتحبوا تتكلموا معاه، بتحسوا ان انتوا مرتاحين جدا بمجرد ما تتكلموا معاه، او بمعنى اصح بيديكم طاقة ايجابية، بيديكم دفعة لقدام. وعشان كده دايما اي حاجة بتجروا تحكيوا له من غير حتى ما تفكروا او ترددوا، اذا كانت غلط او اذا كانت صح، بتحبوا فعلا تتكلموا مع الشخص ده او مع الشخصية دي. كمان انتوا الفترة اللي جاية دي هتقعدوا مع حد كده، الحد ده فعلا هيكون شبهكم قوي، وهتكونوا مبسوطين، او هيكون صديق مقرب ليكم. انتوا ممكن يكون عندكم تحويل في بعض الامور، عندكم تحويل من صداقة لحب، او العكس، هيبقى في امور كده هتستجد عندكم. وخلوا بالكم ان انتوا الفترة دي شغالين على سر او على هدف قدامكم. البعض منكم هيخلص ورق شهادة، ورق دراسة، البعض منكم داخل على امتحانات، داخل على ورق هيشتغل فيه، هداخل على امور هتجدد منها. انتوا عندكم كذا حاجة، بس دايما اقول ابعدوا عن الوسواس اللي في حياتكم، وبلاش ان انتوا تدوا نفسكم طاقة سلبية. الطاقة السلبية بتخليكم مشتتين افكاركم، بتخلي افكاركم كده مش مترتبة، وعندكم ضغوط انتوا مش فاهمين في ايه او ايه اللي بيحصل. في شخص عندكم كنتوا فاكرين ان هو بيحبكم قوي، ودايما كنتوا بتقولوا الشخص ده دايما هيكون غير اي حد في حياتنا، او الشخص ده هيكون هو رقم واحد في الحياة. انتوا اتأذيتوا من الشخص ده بسبب طرف ثالث كان بيتدخل معاكم، او كنتوا انتوا بتحكوا له، او هو كان بيحكي. فالمهم انه هنا حالتكم
يعني اتغيرت 180 درجة. انتوا كنتوا داخلين في علاقة بحب ولطافة وحاجة جميلة جدا، في الاخر كل الامور دي اتقلبت ضدكم. اتقلبت ضدكم ليه؟ علشان حسيتوا ان انتوا في خانة علامة استفهام، او في دايرة والباب اتقفل عليكم. بتحاولوا تهربوا، بتحاولوا تطلعوا من الواقع بتاعكم، بس القلب مازال موجوع من الاشخاص اللي اكلوا حقكم. ممكن كمان يكون انتوا الفترة دي رغم ان انتوا هادين وما بيجوش تتكلموا عن حاجة، بس في مواضيع هتتفتح بتاعة ورث بتاعة اهل، او بينك وما بينك وما بين اهل، بينك وما بين اخوات، الله اعلم. في كلام هيتفتح بينه وما بين العيلة، وهتحاولوا ان انتوا تتكلمي عن حقك او انت تتكلم عن حقكم، ومش هتلاقوا عقد نافع. وعشان كده ممكن تبقى في شغل محكمة عندكم علشان تاخدوا حقكم. انتوا بتقولوا ان يعني انتوا لما هتكونوا في المواجهة دي او في القعدة دي هتقولوا انتوا ما بتخافوش، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بالفعل انتوا الايام دي عمالين تتحاسبنوا في الناس اللي اكلت حقكم واللي ظلمكم، والشخص اللي خد مالكم واختفى فجأة من حياتكم، او خد مالكم وحصل بلوك بينكم، او بمعنى اصح كان في بينكم رابط قوي وفجأة اختفى او فجأة اختفت. انتوا مازالت موجوعين ليه؟ علشان بتستسلموا بسرعة للناس اللي في حياتكم، بتدوا الاشخاص اللي في حياتكم اكبر من حجمها، وده اكبر غلط انتوا بتعملوه الفترة دي او بتمروا بيه. لازم ان انتوا ما تدوش حد اكبر من حجمه، وتعاملوا الشخص اللي قدامكم بنفس المعاملة علشان يحس بالتقدير، ويحس قد ايه انتوا كنتوا حاجة عبارة عن فرصة مستحيل تتعوض بالنسبة لأي حد تاني. وزي ما قلت لكم حالتكم النفسية بإذن الله هتتحسن، ومن هتبقى العكس تماما. يعني لو انتوا حالتكم سيئة دلوقتي، حالتكم الفترة اللي جاية هيبقى فيها تحسن، وهيبقى فيها تغيرات إيجابية. انتوا شغالين وبتدعموا نفسكم بنفسكم، بس بلاش العزلة اللي انتوا فيها حاليا، وبلاش الطاقات اللي انتوا شغالين فيها في السلبيات. كمان البعض منكم اغلب الوقت ما بقتش يرد على حد، اغلب الوقت شايف التليفون بيرن ومش عايز يتكلم، ولا عايز حتى يرد، ولا حتى يتعامل مع وجه من الاوجاه اللي في حياته. ليه؟ علشان بتقولوا ان احنا اتخذلنا واتطعنا فما عدناش نافعين. البعض منكم كمان بيسأل بيقول يا هل ترى احنا جينا الدنيا ليه علشان نتعذب؟ العكس تماما، انتوا اللي بتعذبوا نفسكم لما بتدخلوا في طاقة سلبية مع اشخاص خطأ. فدايما دايما اقول احسنوا الاختيار في علاقاتكم، احسنوا الاختيار في ارتباطاتكم. عندك هنا ممكن يكون الشريك معاك هو اللي مسبب الرئيسي في الضغوط دي. الشريك ممكن يكون بارد في المعامله معاك، بارد ان هو يعبر لك. انت ممكن انتوا ما بتحبوش البرود اصلا، ولا بتحبوا الاشخاص اللي هي الاشخاص اللي مش لطيفه. فعشان كده ممكن يكون الشريك هو سبب رئيسي في الضغوط اللي انتوا فيها، ومهما بتتكلموا مهما تقولوا ما فيش سمعان كلام خالص. وعشان كده انتوا عندكم وجع في الجسم بيظهر غير طبيعي، شوية وجع شوية أوجاع، صداع مستمر. ودايما أقول إن الحسد الشديد متركن دايما على الفلوس بتاعتكم، مفيش فلوس بتقعد، والحاجة الحلوة اللي بتحصل في حياتكم بتتقلب العكس. وعلشان كده دايما بتقولولي إحنا الحاجات الحلوة ما بتحصلناش، وبتحصل لنا الطاقات السلبية. طب ليه ما سألتوش نفسكم؟ علشان خاطر أنتوا متألقين، أنتوا دايما جمال جدا عيون اللي حواليكم، والناس اللي بتاخد عنكم فكرة ان انتوا شيك، ان انتوا حلوين، ان انتوا مش عارفة ايه، مهما بيحصل العكس هم بيحسدوكم حتى في خيالهم. يعني انتوا اللقمة اللي بتنزل معدتكم محسودين عليها، حتى ما يعرفوش هم ان انتوا جايبين اللقمة دي منين، او عاملين الموضوع ده منين، او ايه اللي حصل معاكم، بس هم حاسدينكم. ليه؟ علشان شافوكم مرة حلوين، شافوكم مرة بتلبسوا احسن لبس، احسن حاجة، مستوى نظيف، شافوكم مرة عايشين في حياتكم العاطفية كويسة. فبالتالي الحسد اشتغل على النقطة دي، وخلوا بالكم العين بتكره تشوف اللي احسن منها. وعشان كده الحقد والغل بيجوا من الناس اللي هي مقربين ليكم، هم اللي عارفينكم. وانتم من الاشخاص اللي دايما بتحبوا تظهروا
ان انتوا رقم واحد، ان انتوا دايما متألقين رغم ان انتوا متواضعين جدا ومش متكبرين. اللي يعرفكم من بره او من بعيد يقول عليكم ان انتوا شايفين نفسكم، بس اللي يقرب منكم بيقول عليكم العكس تماما. شخصيتكم قوية جدا، ما بتحبوش النفاق ولا الكذب، ودايما ماشيين بسكة ان انتوا دغري او بسكة لا اما انت وحش لا اما انت حلو. ما بعرفش اكون بوشين، او ما بنعرفش بمعنى اصح تكونوا بوشين. ليه؟ علشان دايما عندكم عدالة في حياتكم. سحر التفريق اللي اتعمل لكم الفترة اللي فاتت وحصل مشاكل بينكم وبين الشريك وقررتوا ان انتوا تنفصلوا عنه او تبعدوا، ده بالطاقة السلبية اللي انتوا بتمروا بيها او بالضغوط اللي انتوا كنتوا مسلمينها لافكاركم. حتى لو انتوا قعدتوا مع نفسكم شوية هتحسوا ان اللي انتوا عملتوه ده غلط. ليه؟ علشان انتوا كنتوا مسلمين لافكاركم والوسواس القهري بتاعكم اللي كان دايما بيديكم الطاقات اللي انتوا كنتوا بتمروا بيها. فانتوا خلوا بالكم كويس جدا من الحاجة اللي في ايدكم، وبلاش طول الوقت تفضلوا تضيعوا فرص. في كمان طاقة ندم، طاقة الندم دي ما زالت مفتوحة على حد علاقتكم انتهى، او على حاجة معينة في بالكم الله اعلم. يا رب تكون قراءتنا النهاردة عجبتكم ونالت إعجابكم، وإن شاء الله بإذن الله ننزل لكم قراءات جديدة واستخارات أول بأول. صلوا على الحبيب زي ما قلت لكم، وانزلوا يلا دعموا الفيديو بتاعكم وقولوا لي استفدتوا من استخارتكم.